قصد شيطان أنا بالميزان والشر يلي من أطلع خوف بركان حتى العقل بعده حلمان جنة عدل قلب الطوفان رفق الضمير هيك الإنسان المال غنيت يا مغني موالك نغمة أهوال لفت أوضارك أنفاسك خنقت الموال ساعدك وصلك لغرفتك تركوني لحالي تركوني لحالي لما الأخي بيدي أخوه بصير الدنيا بتخوف بصير في بالدنيا شي بشع بصير بني آدم يمشي ويتلفت حواليه حرام حرام الأخي يدل أخو حرام حرام يا عم حرام حرام بابا بدي بابا بابا رغد صدقيني ما بعرف اللي صار مستحيل اعرف واسكت مستحيل يا رغد ليش هيك عم تطلع فيني انتو اللي قتلتو انتو بس اسكتي رغد انا اخر شي كنت متوقعه انه انتو اللي تعملي هيك ولك بشو احلف لك لحتى تصدقيني شلون بدي صدقك يا رفا؟ لك شلون بدي صدقك وصليت لك المحل اختار؟ ولك شو ظنك وما ظنك؟ ولك انا اختك رفا ولك انا اختك رفا اللي رفتك لك انت بتعرفيني ليش هلا ما عم نشوف اخوات عم يطلوا بعد يا رفا؟ لك اللي صار هذا بس شو؟ لك بس كيف بدك تصدقيني؟ كيف بدي خليك تصدقيني؟ ما بحسن صدقك ما بحسن صدقك انا بعرف انه صغير وطلع عمره مثل القطعة في ناكي ولك ورحمة امي وامك بعدي خبر ورحمة امي ما بعرف اللي صار ولك اسكتي اسكتي اسكتي
بنزين. تحزين يا حسين. مش عاوز ايه حسين؟ انت حسين ربنا يا حيوان حسين. قاتل قاتل يا زهير، ومش هنشوف مشان المصاري. ولك الله يلعن ابو المصاري وساعة المصاري. ولك نحن بدنا المصاري لنعيش مو لنقتل. وين بدك تروح من ربك؟ وين بدك تروح من ربك؟ كيف بدنا نواجه الناس؟ ولادك بالمدرسة شو بدهم يقولوا لرفقاتهم؟ ابونا قاتل قاتل. وقتل مين؟ قاتل اخوه. ليش يا زوير؟ ليش؟ أنا بعرف إنك متضايق بس وصل معك للقتل. لا مو للقتل، لا لا. كذابي كذابي، كلهم كذابي، كلهم نصابين، كلهم راكدين ورا المصاري. حتى الشجر ما عاد شجر، ولا الزرع زرع، ولا الأرض أرض، ولا العنب بيع حصرف. ما ضل ما تغير غيرك يا عمرة، والخالد ضل خالد. حتى الأخ صار بيد الأخو. لك يا عالم يا ناس، الأخ بيد الأخو. معقول معقول تكون كل ظنون المرحوم بابا مزبوطة؟ لا لا، عم صلاح لا يمكن يعملها، وعماد كمان لا. اللي بيحب ما بيعرف غير الحب. بعدين كان واضح شلون عم يركض معي وحتى مع المرحوم بابا. وأكثر من مرة كان يقول لي إنه مستعد نتزوج حتى لو بيحرمنا بابا من كل شيء. بس عمو زهير، عمو زهير كان باين عليه إنه بيحبنا أكثر من كل الناس. هو يعمل هيك؟ لا لا، الدنيا بتجنن بتجنن. أنا راح أجن عشان. بكفي رفا، ما رح يتغير شيء إذا بتضلي عم تبكي العمر كله. خلاص يا رغد، راح المال وراح الرسال وراح الرجال، واللي جاي أمر أمر وأنسى يا رغد أنسى. حبيبتي روقي هلا، خلينا نفكر بشوية عقل. شو بدنا نساوي؟ عقل؟ منين بده يجي العقل؟ هي جوزي مرمي بالسجن وما بعرف شو مصيره، وأنا مالي عارفة شو بدي أعمل ولوين بدي روح. زهير دمرنا دمرنا يا رغد دمرنا. قومي حبيبتي ننزل لتحت، قومي انزل لتحت. أنا أقدر أنزل لتحت؟ شلون بدها تجي عيني بعينهم؟ شلون بدها تجي عيني بعين بنته يلي يتمها جوزي؟ خالد شلون بدي اطلع بخالد اللي كلياتنا اتهمناه بالقتل؟ شلون يا رغد شلون؟ اه يا ربي اه. كيف يا رب؟ يا رب. you
نعم سيدي، نعم تحت أمرك. مزبوط سيدي، بس لا لا لا، بس هذا الموضوع بده وقفة سيدي. طبعا هاي الخطة اللي حضرتك وافقت عليها، طبعا طبعا، بس سيدي نحن عم نشتغل بكافة الاتجاهات. حاضر حاضر سيدي، أمرك، الله معك، مع السلامة. شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ شكات شو؟ أستاذ سعيد لا تغشم حالك، الشكات اللي كتبتن أنت وشركائك للمرحوم عامر الدباس قبل ما يتوفى. الله يشفيك، وينك؟ هذا كله حكي فاضي وما له جنس الطعمة. أستاذ سعيد أنت بتعرف أنه أنا كنت شوفير المرحوم ولا لا؟ يا أخي بعرف، شفتك مرتين ثلاثة، بس شو معنى هالكلام؟ المعنى واضح وما بده شرح سيد سعيد، حضرتك فهمان وما شاء الله عليك رجل أعمال قد الدنيا. أنا سامع القصة بإذن هاي من ثم المرحوم عامر الدباس، كنت عم أسوق فيه هو وخطيبته، وصلته مع المطعم وظليت أستناه برا، مليت شفت شنطة السامسونايت مفتوحة، طلت الأوراق الشيكات والإقرار اللي كاتبه حضرتك، فكرت أنه أنتوا لعبتوا عليه وهو رجع لعب عليكم، وأنا حقي ألعب، ليش ما ألعب؟ وشو لعبت حضرتك؟ أبدا، أخذت الأوراق المهمة الشيكات والإقرار اللي كاتبه حضرتك ورحت صورته على الكمبيوتر صورة طبق الأصل، احتفظت بالأصلي وخليت الصور بالشنطة، وهذا كل شي صار. أنت واحد مجنون ومحسب حالك ذكي وعم تتشاطر علي. هاي أصدق كلمة قلت عني، أنا فعلا مجنون وشاطر، لأنه لازم ألعب مثلكو وأعيش حياة مثلكو، فهمت علي؟ هلأ أنت عن جد بدك يعني صدقك؟ والله أنت حر، حبيت تصدق صدق، ما حبيت تصطفل مشكلتك، على كل مشان تصدق هاي الشيك، الشيك اللي كاتبه حضرتك، اوعى تحاول تاخذه أو تأتي بأي حركة، لأني بفرغ الـ14 براسك. وبتعرف ليش؟ ما رح اندم ولا اخاف على اي شيء بالدنيا، لانه ما عندي شيء اخاف عليه، يا عيشة مثل عيشتكم انتوا الاكابر رجال الاعمال، يا ما بدي هالعيشة كلها، فهمت علي؟ وشو المطلوب؟ ايوه الان صرت تعجبني استاذ سعيد، المطلوب بس 5 مليون وبالليرة وكاش، وشيكاتك هاي مرفوضة، فهمت؟ شو؟ قديش؟ هذا هو عرضي، بتمنى تبلغ السادة شركائك، انت إلك شيكات اثنين، واحد بـ10 مليون واحد بـ4 مليون، والسيد زاهر إله شيك بـ3 ملايين، والسيد ممدوح إله شيك بـ1 مليون، وغير الإقرار اللي كاتبه حضرتك اللي ممكن أجيب حقه من صهرك 10 ملايين، ومع ذلك راح أكون كثير كريم، راح أعمل بأصلي وأعطيك إياه ببلاش. تحياتي، خذ لي طريق. تفضل. قوم. شو بابا؟ بدك تضل قاعد هيك؟ اتركني لحالي الله يرضى عليك. بابا في عنا 100 شغلة ورانا. احكي شو في؟ بدنا نروح انا وياك لعند عمير مشان الوكالة العامه، صار وقتها. لا يا عماد لا. ليش لا بابا؟ حل عن عبير يا عماد. بابا انت شو عم تحكي؟ عم بحكي الحكي اللي سمعته، اللي رح تطلبه من عبير من هلا ورايح هو حقك الشرعي وبس. ليش شو صار؟ شو صار؟ اللي صار كتير كبير، اخية الاخوه مشان المصاري، اخ يموت واخ يروح على الحبس، خلاص نحن عائلتنا انتهت تبهدلت. بابا هلا بدنا نحكي بالعواطف، في عنا شغلات كتير بدها مصاري وبدها تفكير على السريع، خلاص خلينا ننسى اللي صار ونفكر بمصالحنا.
اللي صار فظيع يا عماد، لا يمكن ننساه. نحن كنا مثل الحيوانات اللي عم تاكل بعضها. هلا انا بدي صير بني ادم، في مخ ودم وحس وضمير. وشو يعني؟ يعني نقبل بحقنا الشرعي اللي امر فيه الله، والله يغنينا عن الحرام. ما كفاني قتل اخي وحبس الاخ الثاني. دموع بنت عمك وصريخها وكلامها شواني شوي، وكاني عم بتقلب بفرن. خلص يا عماد، خلص. يحرم علي اذا بقرب على الحرام من اليوم ورايح. يا ناس يا عالم، ولا بدك اللي تتحرى يا ناس، ولا طلعت بيتك يا ناس، ولا ما دخلني يا ناس، يا ناس ولا ما دخلني، ولا ما اشتى يا ناس الا دم السيارة، ولا ما اشتى يا ناس تتحرى دم السيارة، ولا ما دخلني، ولا ما دخلني يا ناس، ما اشتى الا دم السيارة، يا ناس يا عالم، ولا ما دخلني هو اللي تتحرى يا ناس، والله طلعت ما انت يا ناس، والله ما دخلني يا ناس، والله ما دخلني، والله ما اشتى يا ناس الا دم السياره، والله ما اشتى يا ناس اذا حال دم السياره، والله ما دخلني، والله ما دخلني يا ناس، ما اشتى الا دم السياره، والله ما دخلني. خلص يا نايف، والله ما دخلني يا ناس، خلص ضربك يا رفيق الدرب يا رب. وش بدي اقول لهم بالقريه؟ ساعدني يا رب. تعرف اخي فؤاد، بهالقضيه الصعبه اللي بين ايدينا بحس انه في شيء ما بيقبله لا العقل ولا المنطق. حاسس انه مهما بلغت درجة الخس بالناس اللي بالفيلا، ما ممكن ابدا يوصلوا لدرجة انه يرتكبوا هيك جريمة بشعة، لانه في صلة قربة، في ناس مستفيدين، في ناس بحبوا معامر بيك الله يرحمه. بس قضيتنا الله اعلى منها هون بالشركة. بالشركة في تضارب مصالح، في ارقام بالملايين وعشرات الملايين، بتخلي الناس اللي بالشركة ونفسياتهم والتربية اللي تربوها يقدموا على جريمة ابشع من هاي بكثير. تعرف يا خالد، هالجريمة هي ما عم تنيمني الليل، تشابكها فظيع. كل الناس اللي حوالين القتيل إلهم مصلحة بيقتلوا حتى أخواته، شي مقرف وبشع. تعرف أخي فؤاد، هالجريمة البشعة اللي صارت بتحسس الواحد باليأس والتشاؤم، كأنها بتعكس حال الدنيا هالأيام. في شي فظيع عم بصير، تضارب مصالح، الناس عم تلهث ورا المال والمصالح مثل المجانين. لا، ليش المجانين؟ المجانين على الأقل بيظل عندهم شوية عقل، بس هذول الناس عم بيدوسوا على أقرب الناس إلهم، عم بيدوسوا على القيم والمثل، وما بهمهم أي شيء بالدنيا إلا المصاري. مهم، خلينا هلأ بموضوعنا يا أبو عزام. أنا تعبت أخي فؤاد، الأحداث الرهيبة اللي مرت بسرعة زخ المطر تخلي الواحد يفقد توازنه. أحداث كلها لؤم وبشاعة وقتل وعنف، تخلي الواحد يشتهي ينام ليلة واحدة بس من غير ما يفكر باللي صار وشو اللي بده يصير. ما بظن رح تقدر يا أبو عزام، أنا واثق. بس على الأقل دقيقتين بالنهار الواحد يحكي مع شخص بفهم وبقدر كلامه، مثل ما حكيت مع حضرتك هلا، يعني شي بفش القهر. على كل حال، كل ما أجي على بالك تفش خلقك تعال عندي، أنا جاهز للفش. الله يخليك. خاطرك خليك. الله معك، مع السلامة. خلاص يا عماد، خلاص. بابا الله يخليك افهمني، انت اللي لازم تفهم انه كل شيء عم تقوله غلط بغلط، بس مو الحق عليك، الحق علي انا اللي ربيتك على الغلط، لاني انا ما كنت منيح. انا بعمري ما فكرت بالحلال، كنت اركض واركض واركض لاجمع مصاري، ونسيت انه في موت وحساب واخرة. بابا شو ها؟ كأنه عم نحكي مثل الافلام الهندية. لسات المصاري والمصالح أهم شيء بهالدنيا هاي، وهذا الحكي اللي حكيته كله لا بيسد السندات ولا بيلغي الحجوزات اللي علينا. الحق الشرعي من الورثة بيكفي ويزيد يا ابني.
وشلون بنرجع نعيش بعدين؟ يا كنا الفقر والذل والجوع؟ لا بابا لا، أنا بستاهل أعيش عيشة أحسن من هي. إيه بس مو على حساب بنت عمك ومن المال الحرام. ليش بنت عمي شلون لحتى صار معك كل المصاري يعني؟ بعمرها ما اشتغلت شغلة واحدة بتستاهل عليها قرش. بعمرها ما فكرت، ما تعبت، إجاها المال كله هذا عبارد المستريح. من جوز مات ومن شطارة أب عرف زوايا ضعف الدنيا صح، وكله ألعن من بعض. وأنا يا بابا بدي أعيش مثل عبير وأحسن، وغير هيك ما بقبل. عم تسمعني؟ ما ممكن أقبل. عماد عماد عماد، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. سر أنك تروحي يا رفا. إيه يا رضا، ما في حل تاني، لازم أروح. أتلنا شو سرك؟ أنا بأي عين بدي ضل هون؟ لازم تبقي يا رضا، انتي الك حق هون مثلك مثل غيرك، سمعاني ولا لا؟ حضر، ما رح يصير علي اكثر من اللي صار على عبير. يلي قتل عامر بيك اخو زهير، انا وانتي مالنا دخل فيه. معقول يا رفاق؟ رغد، انتي املنا الاخير يا رغد. لك انت لسه عم تفكري بهالطريقه؟ بدنا نعيش، بدنا نعيش يا رغد، بدنا نعيش. طمني، بوعدك انك ما بتحتاجي شيء. رغد لا تقطعيني يا رغد، ابقي اتصلي فيني. ايه لك انت عن شو عم تحكي؟ عن شو عم تحكي؟ انا بايدي هدول شقيت كل الشيكات قدامك. انت شقيت الصور يا زاهر بيك، صور الافندي مصور الشيكات على الكمبيوتر، يعني مثل الشيكات بالضبط. الشيك اللي معه مزبوط توقيعك انت؟ بتوقيعي، نفس الشيك ونفس التاريخ، ولا يمكن شك فيه ولا واحد بالالف. شي بمخوي العقل. وهلا شو بدنا نسوي؟ انا ما رح اسوي شي، ولاني مصلحة بأي تحرك، ولا بدي تعب نافوخي بنوم. شو يعني؟ فهمها مثل ما بدك تفهمها. أنت اللي عامل له الإقرار وحاطط اسم صهرك فيه، وأنت اللي موقع عليه، وأنت اللي عملت له الشيكات بداله. لا يا زاهر بيك، لا، بلا زاهر بيك بلا بطيخ. هذا اللي إجاني من وراء الركض معك، ولك أنا عرضت حياتي كلها كرمالك، ولما أجتك الصفقة مع صهرك اللي ما في حدا بالدنيا بينفذها مثلي، قلت لي آه معلش بلاها مو وقتها. ولك من كم يوم وبعرس الدباس كنت عم بتقلي زاهر بيك أنا روح عيلك. بس لا تنسى أنه نحن رجلينا بالفلق سوا. أيوة، شو علي؟ لما منوصل لهيك مواصيل منشوف مين البريء ومين عليه الأدلة، وراح ينسلخ جلده. هلا ليشك نحن عم نعامل بعضنا كأعداء؟ لسه الحياة قدامنا طويلة يا زاهر بيك. قول لحالك سعيد بيك، إن شاء الله مفكر إني بدي شاركك بالمبلغ اللي طلبه هذا شوفيره؟ لا لا لا، هاي بعيدة كتير. شو هالحكي يا رجل؟ أنا جايبك لهون لحتى نحل هالمشكلة أنا وياك سوا، حتى ما واحد مننا يغلطه شي غلطة نقوم نروح فيها. وإذا كان على المصاري، المصاري كلها في ضفرك يا زاهر بيك. أنت بتعرف إنه أنا من دونك ما بقدر بعمل شي. يا حريشك يا سعيد، امتى ما بدك بتلبد وامتى ما بدك بتفيا. المهم هلا يا زاهر بيك، خلص بقى اتركنا من هالموضوع، خلينا هلا نرتاح شوي نفكر فيه ولاقي له حل. هاي شو بدك تعشى؟ قل لي جرسون تعال شوف.
مساء الخير. مساء النور، اخيرا اجيت. خير في شيء؟ لا ما في شيء، بس زجران وحاب احكي معك شوي. عبير كيفها؟ كانت تعبانه وعم تبكي من شوي. ممكن اطلب منك طلب؟ تفضل. يا ريت تساعديها وتوقفي معها. بتحبها؟ على اذنك. صحيح بدي اسالك، دفتر شيكات المرحوم معك شيء؟ معي انا؟ وليش لحتى يكون معي انا دفتر الشيكات؟ لا لا عادي، لانه كتب لك مبلغ كبير. انا ما بعرف اي شيء عن الموضوع اللي انت عم تحكي عنه. اصبح بجوز لعبير. بتعرفي الشرطه كثير عم تسال عنه. قالوا اكيد دفتر الشيكات اما عند عروسته او بنته. انا اسف كثير انه عم بسالك عنه بس. ست رغد. نعم. يا ريت ما تنسي الموضوع. ايه؟ اي موضوع؟ موضوع عبير ولو. طيب طيب عن اذنك. مساء الخير. عبير بتسمحي لي فوت؟ رغد، انت حبيتيه لبابا؟ شو بتتوقعي لك يا عبير؟ يعني معقولة تكوني ارتبطتي بابا بس مش هالمصاري؟ وانتي ليش ارتبطتي بعماد؟ لأني بحبه وهو بحبني. بعدين نحن في تكافؤ بيناتنا. يا عبير هذا كله حكي. حكي مثل الأغاني اللي بتطلع بالتلفزيون. عماد ما بده يتزوجك إلا مشان المصاري. والفرق بينه وبين المرحوم أبوكي إنه أبوكي كان بده يعطيني الحنان والأمان. بس عماد ما بيعرف شو هو الحنان بنو. خلص بقى بكفي، بترجعكي لا تكملي. يا عبير يا عبير، انا مو جاي مشان خانقك وتخانقيني، انا جاي حتى واسيكي وخفف عنك وقول لك ان الدنيا كلها رايحه. كنتي عم تحذريني من عمو زهير مو هيك؟ من الكل يا عبير، من الكل. طيب ليش ما قلتي لي؟ ليش ما قلتي لي من الاول؟ قلت لك الأولية اللي على قدي. أنا وحيدة ودرويشة بس فقيرة، وأنتي وحيدة ودرويشة بس غنية. حذرتك لأنه قلبي ما طاوعني. إذا راحوا مصاريك إيمان ما رح يطلع فيكي. ورايحة؟ رايحة على غرفتي ارتاح. خليكي رغد، خليكي. ليل طويل، نحن ليلنا أطول. سهر سوا. يا أعجب رجل شفته بحياتي. معقول الأرض والخيول والأملاك والشركة باسمي أنا؟ طيب ليش؟ رح أثبت لك يا عامر بيك بأنه الأمان اللي حطيته برقبة انحطت بمكانها الصحيح، وأنه بعده بهالزمن القبيح في رجل ممكن يحمل الأمانة. وعد. كيفك عبورة؟ الحمد لله ماشي حالي. خير؟ ما في شيء، اشتقت لك وبس. معقول انت يا سيد عماد عم تدق علينا الباب بنص الليل مش حتقلي اشتقت لي؟ رغد ارجوك يا عبير، كل شيء الاصول. يا
طب تعالوا خلص نحكي تحت. ولك نعمات، انت فعلا ولد قليل الادب وغير محترم وما بتعرف الاصول، شو عم بتسوي هون بهالوقت؟ عم بحكي مع بنت عمي. بنت عمك ثاني مرة لما بدك تحكي معها بتتصل لها بالانترفون او بالتليفون، بتقول لها لو سمحتي انزلي بدي اشوفك، استناها بالصالون او بالتراس، هي اخر مرة بسمح لك تيجي نحكي غرفتها، فهمت؟ بنت عمك هي اللي عم تحكي عنها بتكون مرتي. اذا بتيجي ثاني مرة نحكي غرفتها رجلك بكسرها، امشي انقلع من وجهي. تعال هونك. انت وين كنت لما تقوس المرحوم؟ كنت تحت بين الناس، وين بدي يكون يعني؟ ذكي، بعرف بين الناس بس وين؟ لما طلعت رصاصة وين كنت واقف؟ انت عم تحقق معي؟ ايه بحقق معك وبدي اعرف وين كنت. اولا ما بيطلع لك، ثانيا ما بيحق لك، ثالثا انا اللي مالي تاركك يا خالد. رح ضل وراك، رح ضل وراك لحتى حطتك كل شيء نهبته من عمي. بوعدك. أنا لازم أعمل شيء، لازم. مو معقول عبير إذا راحت من إيدي الله ليه ردها بس تروح المصاري؟ لا لا. طيب خلص فهمنا، إذا بترد بدي أحكي معك شوي. تفضل. نعم يا مدام. في أشياء كثيرة ما عم بفهمها وحابة أعرفها منك. ليش بابا وثق فيك كل الأد وكتب معظم أمواله وأملاكه باسمك؟ يا ريت تساعديني وتساعدي كل اللي عم يتسألوا، بلكي لقينا جواب. أنت ما كان بدك يعني أعطي عمو زهير الشيك، معناها كنت بتعرف إنه هو عامل شيء. نعم كنت بعرف. هي بس هو كان عم يتهمك وكان في عنده أدلة. غلطت. أول مرة بغلط وبيطلع غلط بمحله. قلت له ليش قتلت اخوك يا سيد زهير؟ انفعل راح يجن، صار يحكي كلام طالع نازل واتهمني انا اني انا القاتل. فاضطريت اسكت مشان ما يحس انه ربح الجوله ويهرب. طالما بتعرف انه هو اللي قاتل، ليش عم تسال عماد وين كان وقت الجريمه؟ ولا حابب تورطه هو الثاني؟ جريمه عمك زهير الشروع بالقتل. رصاصه الماجور تبع عمك طلعت قبل رصاصه القاتل الحقيقي. يعني القاتل بعد حر وطليق. انت شو عم تحكي؟ هذا اللي صار. هذا غير السم. شو؟ سم؟ اذا كان على السم معناها انت كنت تحط له السم بالمشروبات اللي كنت عامل له اياها. شو؟ ليش سكتت؟ سكتت لانك رجعت تزت الكلام زت بلا حساب. مدام عبير، اتهاماتك هاي ما بتاثر عندي ولا بتفيد قضيه المرحوم، وبحكي هذا الحكي كله لأني مؤمن إنك بتقدر تساعدي بحل القضية. معناته أكثر من واحد ساهم بقتل عامر. نعم. وراح أقول لك معلومات بحياتك ما سمعتيها، كنت مخبيها عنك مشان أعصابك. بزمانهم حاولوا قتلي أنا وأبوك بالسيارة، قطعوا خراطيم الفرام. بتتذكر حضرتك لما إجيت ولقيتيني نايم بالفراش وانزعجتي؟ ليلتها كانوا حاطين له حية مشان يموت بسمها كمان. ليش؟ ليش؟ ليش كل الناس بدهم يقتلوا بابا؟ ليش؟ ليش؟ يعني بلشت تصدقيني؟ بدي افهم ليش كل الناس بدهم يقتلوا بابا؟ ليش رغد ليش؟ وليش انت ما بدك تقتله؟ مع انك انت الوحيد اللي مستفيد. طولي بالك يا عبير، اسالي مش رح تعرفي من قتل ابوك، مو مش رح تقهري حالي. رغد انت شو عم تحكي؟ انت مصدقه انه كل الدنيا بدها تقتل بابا؟ لك جاوبيني، جاوبني انت. لاني لانك شو؟ ليش بابا كتب كل امواله باسمك؟ ليش؟ مع انك انت مجرد شوفور عنده. لانك ما بتعرفيني لسه، لأني مو من عالمكم وما راح أكون أبداً من عالمكم. أبوك وثق فيني لأنه كان بيعرف أنه بنته وأملاكه راح يكونوا بأيدي أمينة مع هذا الشفور اللي مو عاجب حضرتك.
معقول؟ معقول هذا التافه خالد يهاجمني ويهيني أكثر من مرة قدام أهلي؟ شقفت شوفير نكرة عم يسرح ويمرح على أرضي وبيتي وملعبي، أنا اللي كل الدنيا اعترفت إني اللعيب وأستاذ اللعب. لك ولو يا عماد شبك؟ تحرك، الوقت ضدك ورح تخسر. ها حتى أبوك عم يتغير، وعبير لا صرخت بوجه ولا قلعته ولا شفت حتى تضايقت مشانك. شو علي؟ لا كنت ولا عشت يا عماد إذا تركته يعيش دقيقة واحدة بس مثل الناس. ليش كل الدنيا بدها تقتلك يا بابا؟ ليش؟ الغريب والقريب خلاص صارت الدنيا غابة. معقول؟ معقول تكون انت ظلمت كل هدول الناس؟ لا اكيد، لا اكيد كانوا يغاروا من نجاحاتك، فكروا يقتلوك. صعب عمو زهير، بشو كنت ظالمه انت؟ بشو؟ وهذا الشفور يا بابا، ليش كتبت له كل املاكك؟ ليش؟ انا رح اجن، رح اجن، رح اجن. طولي بالك، ارحمي حالك وارحميني. ليش هيك عملت فيي يا استاذ عمر؟ ليش شيلتني هالحمل الثقيل؟ اخ اخ، هذا عالم غريب انا ما لي علاقه فيه، هذا مو عالمي. خالد افندي شو في؟ كنت نايم انت؟ شو نايم ما نايم؟ انا ما بنام، انا اذا نام مثل الثعلب، عين مفتح عين مغمض. من هلا وطالع بتخلي العينتين مفتحين، فهمت؟ حاضر خالد افندي حاضر. بسيطة يا كلاب، لهون وصلت معكم. آه يا عمري، تيتمتوا بعد أبوكن حي، كان بدنا كتير إلكن، لكن هلأ خلاص ضاعت كل أحلامي فيكن.
ما بعرف شلون بدكم تعيشوا انتوا اطفال شو ذنبكم، بس اكيد الله رح يحميكم، اكيد الله رح يساعدكم يا عمري. يا حبيبة قلبي، لك انت الدم اللي بيجري بعروقي، لك كله بيسوى فرنك بلاكي، كله بيروح بيجي غيره الا انت الاصيلة اللي بتضلي. والارض البور هي ارضي وارض خالد، لازم لاقي لها حل. ما لا غير زنودك لك يا عمران، ما لا غير زنودك لعيونك بشري، وانا جيتك. ها مين اللي رجع لك الشيك يا سيد منير؟ جاوبني من غير لف ودوران. سبق وقلت لك ان اللي رجع لي الشيك صاحبه عامر، عامر الدباس، كان له عنا 10 مليون ليرة ومعه شيك فيهم، اعطيناه المبلغ ورجعنا الشيك وشقيناه. انت بتعرف انه عامر الدباس مات؟ العمر لكم ان شاء الله. عامر الدباس مات قتل، والشيك احد اسباب قتله. الشيك تبعنا؟ اي نعم، الشيك انسرق من خزنة مرحوم بالشركة واعطوكن يا يعني. قام اكتشفهن عامر الدباس فقتلوه، لذلك الافضل انكم تصارحونا بالحقيقة حتى ما تتحملوا اي مسؤولية. هي نصيحتي يا سيدي. احنا شو لنا علاقة بكل هالقصة؟ عامر الدباس له معنا مصاري 10 مليون، ونحن اعطيناه المبلغ وانتهى الامر. لا، وانت الصادق سديتوه 7 ملايين بدل الشيك تبع 10 ملايين، جاب لك يا سيد سعيد ودفعت له 7 ملايين. شو هاد؟ نحن بنعرف كل شيء يا سيد منير. طيب إذا بتعرف كل شيء ليش جاي عم تسألني؟ مشان تجاوبنا بدقة لنسلسل خطوات الجريمة. طيب شو عقوبتها هي؟ شو هي؟ شراء الشيك بعشرة مليون من واحد سارقه. أنا عم حقق بجريمة قتل مو بشراء شيكات. ايه سيد سعيد فهمت عليك، بس وين هذا المطعم؟ لا لا ان شاء الله بالثاني راح اكون عندك. الله معك، مع السلامة. نعم يا سيدي، سعيد، سعيد اللي سرقه وجاب لي اياه. لوين وبدقة؟ الحقيقة سيد سعيد متجوز وحدة بكتاب براني، جابها وسرنا سوا بكازينو القمة. وانت مين كان معك؟ صديقتي. شو اسمها؟ نادرة. وشو اسم زوجة السيد سعيد اللي بكتاب براني؟ سناء. وشافوك وانت عم تاخد منه الشيك وتعطيه المصاري؟ الحقيقة انا اعطيته شيك بسبعة مليون، واخدت الشيك تبع العشرة مليون وشقيته قدام التنتين. طيب شو رأيك بسعيد؟ الحقيقة سعيد بالبزنس بيبيق أبوه مشان المصاري. شكرا يا سيد منير، بس اوعك، ها اوعك تعمل اتصال بسعيد أو بمرته، وإلا أنت رح تتحمل مسؤولية. على عيني. عن إذنك، مع السلامة. صدقيني يا عبير، إذا ما قدرتي توقفي بوش هالدنيا رح تاكلك، وقت أبوكي بيكون خسر كل شيء، مات ببلاش وأنت ضيعتي مالك على الفاضي. عمو عمران كيفك؟ عمو شو شبك؟ عم تنوق بعيونك. يرحم أبوك يا وردة، لا تخلي حدا يسرق هاللمعة الحلوة من عيونك. وقفي بوشهم لك يا بنتي، وقفي بوشهم لك يا وردة. عمو اشتقت له لبابا.
استاذ خالد. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. خير شو في يا عمران؟ شو خير؟ ما في خير. الخير بيجي من الخير. أنا الخير ما جاب لي غير الهم والغم. لك أنا صرت مصروع أنا. يا فتاح يا عليم، خير شو في يا عمران؟ عطونا الأرض والأرض لسعتها أرغى. طيب ما لازم نصير خضرة، ما لازم نصير خضرة. مش ملاحظ أنك نقاق شوي؟ إحنا بشو ولا بشو يا عم عمران؟ أنا نقاق؟ كل مرحوم عطانا الأرض مشان نزرعها، مشان نساويها خضرة. إذا ما سويناها خضرة روحوا بدها تلعنا، مو هيك لك يا عمو؟ طيب وأنا ما معي مصاري، والأرض بدها مصاري، بدها سماد، بدها رجال تشتغل فيها، وإلا بيروح كل شغلنا فافوش. عمو أنت قديش لازمك مصاري؟ كتير كتير هيك هالقد. لك أنا عمي كنت نام ألا ما عدت نام، صرت عم فكر من هون منوصل المي، لا منجيب المي من هنيك، وبدها رجال وبدها تعزي وبدها من يزق الحجارة، بدها ألف شغلة وشغلة، يعني الشغلة دربة كبيرة أسي كلياتها. طيب يا عمران راح أكتب لك شيك بمئة ألف. بتروح على البنك وبتصرفه وبتبدأ فيهم لنشوف شو راح يطلع معك. تفضل. بس أنا ما بعرف أروح على البنك. إيه لا تجدبها، بسك تمثيل عاد، حل أمورك بإيدك. مدام عبير عن إذنك بدي أخذ السيارة شغل، معليش. والله شي حلو، صار الشوفور يكتب شيكات بمئات الألوف. عمو عمران بس بدك تروح على البنك اللي وأنا بروح معك. رح نزرع هالأرض القرعة ونزمر لها ونزمر لها. عمو نعم. ليش قال عنك انه انت بتمثل واحيانا بتعمل حالك مالك فاهمان شيء؟ لا هيك انت طعنتي كرامتي بشحاطه عتيقه. رح نزرع هالارض القرعه ونزمرها ونزمرها.